قلوب يعتصرها الحزن والألم. تنعي إليكم اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الزعيم الوطني الكبير فخامة الأخ المشير علي عبد الله صالح رئيس. قرأوا الفاتحة على روح زعيمهم ثم مدوا أياديهم إلى قاتليه. هذه خلاصة اجتماع مؤتمر صالح نسخة صنعاء، الاجتماع الذي لم تجرؤ فيه قيادات مؤتمرية حتى على الإشارة إلى من قتل صالح، مكتفين بالقول لقد قتلته أحداث مؤسفة. ويعد الاجتماع الأول منذ مقتل المخلوع صالح نهاية العام الماضي، وانتهى بتكليف صادق أمين أبو راس بالقيام بأعمال رئيس الحزب. وبدا توجه مؤتمر صنعاء واضحا في مواصلة ما أسماه بيان الاجتماع بمقاومة العدوان، وهو معنى بنظر مؤتمريين آخرين ارتهاناً لميليشيا الحوثي وخضوعاً لرغباتها. ورفض استخدام اليمنيين كمرتزقة لتحالف العدوان. تشير الوقائع إلى أن المؤتمر الشعبي العام جناح صالح دخل مرحلة شتات كبيرة داخل اليمن وخارجه، فلم تمضي 3 سنوات على انقسامه إلى مؤتمر تابع لهادي وآخر لصالح بعد اندلاع ثورة فبراير 2011، حتى انقسم جناح صالح نفسه منذ نهاية العام الماضي وتفرقت قياداته بين الحوثي والتحالف. اللافت أن ما يجمع بين تيار نجل المخلوع أحمد علي وتيار صنعاء هو عدم الاعتراف بشرعية الرئيس هادي في الوقت الذي تبذل فيه جهود كبيرة من رئيس حكومة الشرعية للملمة المؤتمر تحت إطار الشرعية في ظل توجه إقليمي داعم لعودة المؤتمر الشعبي للمشهد السياسي. بنظر مراقبين تعيش القيادات المؤتمرية في صنعاء تحت رحمة الميليشيا، ويأتي اجتماعهم الحالي كمؤشر على حالة العزلة التي تعيشها ميليشيا الحوثي، مما يفسر أن الحوثي يريد كسر حالة العزلة عبر تشكيل غطاء سياسي شكلي من خلال عودة المؤتمر للواجهة.